مرحبا جميعا، كيف حالكم؟ اليوم ستستمعون إلى قصة ثم سنبدأ بالرسم. في المرة الماضية كانت القصص من الحصة الأولى إلى الحصة الثانية عشر بالتسلسل، ولكن هذه المرة ستكون القصص قصيرة ومختلفة من عديد من المشاعر. سنرسم اليوم عن الفرح. نحن كإنسان لنا قلوب مختلفة، ومنها سنعبر عن القلب الفرحان. أريد أن أستكشف عما تتكلم القصة، هيا نستمع إليها الآن. كان طفل يلعب في الملعب، والملعب مليان بألعاب كثيرة وممتعة. رأى ولد صغير رمل ناعم في الأرض، وأراد أن يبني قلعة ضخمة، ففرح الطفل. سنرسم الولد الصغير.
سنرسم أيضا الرمل الذي لعب فيه الولد. قد أنهينا الرسمة. كيف كانت الحصة؟ كانت القصة عن طفل يبني قلعة جميلة، ونحن أيضا سنرسم كأننا نلعب بالرمل مثل الولد. وأنتم، متى شعرتم بالقلب الفرحان؟ حاولوا أن تتذكروا لحظات الفرح وشاركوها مع أصدقائكم بجانبكم أو معلماتكم، ثم سنرسم هذه اللحظات التي تحدثنا عنها سوياً. إذن أراكم في المرة القادمة. باي باي.